إذا مشاهدينا اللي أعطانا أكثر معلومات حول خضرة الكوسة والمعروفة عندنا بالقرعة، سعد باستضافة الدكتور لحرش السهام، هي طبيبة عامة. مساءك سعيد دكتور. مساء النور، شكرا. مرحبا بك مرة أخرى في البرنامج. ربي يخليك، شكرا. يلا نبدأ كما تعود المشاهد بالتركيبة من ناحية القيمة الغذائية، وهذا أكيد إذا خدينا حبة قرعة تكون متوسطة الحجم تزن تقريبا 100 غرام. 100 غرام، شكرا. بالنسبة للقرعة هي تدخل في قائمة الخضر اللي من خصائص اللي عندها أنها غنية جدا بالماء، فنوجد 95% من تركيبة القرعة هي عبارة عن ماء، وهذا شيء جيد جدا بالنسبة لجسم الإنسان. في خاصية أيضا أنها غنية بالألياف، فيها نسبة لبس بها من الألياف حوالي 7% من الألياف، ما فيهاش دهون، ما فيهاش أو نسبة قليلة جدا من النشويات، وهذا اللي يعطي لها قيمة غذائية عالية. البروتينات أيضا نوجدها بكمية مليحة. من أيضا القرعة غنية جدا أيضا بالبوتاسيوم، هذا الشيء أيضا يميزها. الملح المعدني اللي عنده كثير من الفوائد بالنسبة لارتفاع ضغط الدم، هنشوفه في فعلا وحتى أمراض أخرى، وبالتالي مهمة جدا. في عناصر أخرى مثلا المغنيسيوم، الحديد، الكالسيوم والفوسفور أيضا، نوجد أيضا الزنك والنحاس بكمية كبيرة. بالنسبة للفيتامينات أيضا نوجد نسبة كبيرة من الفيتامين من نوع باء، الأسيد فوليك، الفيتامين بي 9 والفيتامين بي 1 أيضا موجودة بكثرة في هذه الخضرة. فيتامين أ أيضا موجود بكمية كبيرة. من اللي يميزها أيضا هناك أيضا احتوائها على مضادات الأكسدة، وهذه أيضا عندها فوائد كبيرة على الجسم على صحتنا. نستفادوا منها. بعد ما شفنا الآن التركيبة من ناحية القيمة الغذائية، خلينا الآن نمر إلى أهم الفوائد اللي ممكن أنها تعود على صحتنا أكيد نتيجة التناول العقلاني لهذه الخضرة. كما قلنا في البداية أنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء، وبالتالي راح تكون مفيدة جدا للجهاز الهضمي، فهي سهلة في الهضم وتساعد في مشاكل الإمساك مثلا، لأنها تعتبر ملين للجهاز الهضمي. فالناس اللي يعانيوا من مشاكل هضمية ومشاكل الإمساك مليح أنهم يركزوا في غذائهم على الكوسة. أيضا مليحة في حالات الحمية الغذائية، دائما نوجدها في قائمة الغذائية لأي حمية غذائية، فتساعد أيضا على إنقاص الوزن. فيها أيضا فائدة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، فهي مناسبة جدا لأمراض القلب والشرايين. كونها تحتوي على ألياف نباتية، يعني شفنا فيها كمية كبيرة من الألياف النباتية، وأيضا كمية البوتاسيوم العالية مليحة لأمراض القلب والشرايين وحتى الجلطة الدماغية. فدائما ننصحوا هاد المرضى أنهم يتناولوا دائما الكوسة ويدخلوها في غذائهم اليومي. نلاحظوا أيضا أنه كمية المياه العالية اللي فيها تساعد في ترطيب الجلد، الإماهة يعني، الإماهة، تمييه خلايا الجسم ومحاربة العطش ومشاكل جلدية كثيرة، فهنا تساعد على ترطيب الجلد وعندها فوائد كثيرة. أيضا بالنسبة لأمراض السرطانية والمناعية باحتوائها على مضادات الأكسدة، فهي دائما مفيدة لهذا النوع من الأمراض. وهناك أيضا عندها خاصية أنها مضرة للبول أيضا أعزكم الله، فالناس اللي يعانيوا من احتباس في الفشل الكلوي، احتباس البول، مشاكل أو أمراض البروستات، فمهمة جدا لهم هذه الخضرة ويدخلوها مليح في غذائهم اليومي. بالفعل. الآن نمر إلى مرضى السكري، هم كثيرون، ربما التساؤل يدور في بالهم، يقول لك هل ممكن أن نتناول هذه الخضرة؟ وإن كان نعم، ما هي الكمية المسموح بها أسبوعيا؟ أكيد ننصح بها لمرضى السكري أو الأمراض المزمنة بصفة عامة، خاصة أمراض مرضى السكري، ففيها نسبة الألياف العالية راح تساعد على يعني تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والتريغليسيريد، الدهون الثلاثية. فيها أيضا المياه، كمية المياه العالية اللي فيها، كل البوتاسيوم، المغنيسيوم. فبالنسبة لأمراض السكري سواء تحافظ على نسبة
نسبة السكر معتدلة أو تخفض من نسبة السكر لو تناولناها بكميات يعني معتبرة. ف يعني خضرة الكوسة عفوا نقدر نتناولوها بالنسبة لمرضى السكري حتى 4 مرات في الأسبوع، ما تأثرش لا في بالنسبة لزيادة الوزن ولا في يعني تذبذب في والكمية؟ نسبة السكر في اليوم. ناقص الكمية 100 غرام إلى 200 غرام في الوجبة كافية لهم. ربما فيه نساء حوامل لم يتابعوا فينا الآن والتساؤل يدور في بالهم، هل فيه ربما فوائد معينة تعود على صحتهم وأيضا على صحة جنينهم نتيجة تناول هذه الخضرة أثناء فترة الحمل؟ أكيد هي مهمة جدا بالنسبة للمرأة الحامل. نحن نعرف أنه يعاني كثير من مشاكل الهضمية، مشاكل الإمساك أيضا وارتجاع المريئي، فهذه الخضرة مليحة لهم كثير، فيها نسبة كبيرة من الألياف فتساعدهم حتى طيلة يعني فترة الحمل، عمل الجهاز الهضمي مليحة جدا لهم. أيضا تنحي لهم مشكل العطش، فهما أيضا يعانيوا من هذا المشكل، فهي مصدر من السوائل اللي نستفادوا منه. فيها نسبة الفيتامين بي 9 اللي ذكرناه في البداية، أيضا يعني مفيدة بالنسبة لهذه المرأة الحامل لأنها تعاني غالبا من أعراض الأنيميا في طيلة فترة الحمل، و مليحة أيضا لمشاكل التشوهات الخلقية للجنين، فهنا أيضا نقدر يعني تقدر تتناولها بصفة عادية. بالفعل فيها فائدة فيما يخص مسألة نمو الجهاز العصبي للجنين وتفادي التشوهات المعروفة. طيب نختم بطرق الحفظ والتخزين، هل لها ربما شروط وضوابط معينة يجب اتباعها؟ والهدف هو أكيد الحفاظ دائما على قيمتها الغذائية مع مرور الوقت. بالنسبة لخضرة القرعة أو يعني مثلها مثل باقي الخضر بصفة عامة، لازم تكون جافة، يعني ما تكونش مبللة، لما نحطها في الثلاجة لازم من الأحسن تكون جافة، تكون طازجة جديدة، ومن الأحسن ما تفوتش 5 أيام بالتقريب داخل الثلاجة، يعني من الأحسن أننا نتناولها قبل خمسة أيام. بالنسبة لممكن تجفيفها من حين إلى آخر إذا حاولنا يعني نحتفظوا بها هذه المدة. ايضا من بالنسبه للناس اللي يحبوا يحتفظوا فيها في المجمد، يعني هناك طرق للتجميد، لكن احنا من الاحسن دائما ننصحوا الناس انهم ياخذوا استهلاك الخضر او الفواكه بصفه عامه تكون طازجه وجديده احسن. بالفعل. طيب المعلومه وصلت، شكرا لك يا دكتور. العفو. شكرا. العفو. شكرا. يعطيك الصحه. الله يسلمك. اذا مشاهدي